يسأل ويقول: إذا كنت قد شرعت في الصلاة، وفجأة وصل أخي وسألني عن أشياء وقد كان مشغولا جدا ومستعجل جدا ولا يستطيع الانتظار، هل أقطع الصلاة وأكلمه أم أستمر في صلاتي وهو ينتظر؟ فلا يجوز لك أن تقطع الصلاة، بل يجب عليك أن تستمر في صلاتك، وأخوك ينتظر حتى تؤدي الصلاة أو يذهب ويأتي في وقت آخر. أما أن تقطع الصلاة من أجل ذلك فهذا حرام، قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. إنما يجوز قطع الصلاة في حالة خطر، كأن تنقذ إنسانا من هلكة، لو تركته واستمرت في الصلاة لهلك، كأن يقع في حريق أو في غرق أو في بئر أو غير ذلك فأنت تنقذه، فهذا لا بأس به أن تقطع الصلاة من أجله، لأن هذه حالة ضرورة لإنقاذ معصوم من هلكة. أما إجابة السائل فهذه غير ضرورية ولها وقت آخر. نعم.